كتابة كتبتي عن الفيلم التسجيلي، كتبتي عن مهنة المونتاج برضو، كتبتي عن الفيلم الروائي القصير. وكأنها دايما انت بتشوفي المركز فين وتبعدي عنه وتبتدي تشتغلي في الأطراف. ف ايه ده لك ده؟ وانا عايزة اربطه شوية بالسيرة بتاعتك اللي انا قريتها. هي الدكتورة سلمى، معلش انا يعني هي لسه قايله لي ما تقوليش دكتورة، بس لا احنا هي دكتورة طبعا. من كتبت كلمتين على الكتاب السيرة الذاتية بتاعي، انا بقراهم بعيط يعني، لانها كانت كتابة يعني فيها تلخيص حلو قوي، انها كتابة كاشفة وصادقة وحاجات كده. فهو انا بعتقد ان انا ايه يعني، يمكن تربيتي، انا اخويا كان فنان تشكيلي وكان دايما عنده كتب الصغيرة بتاعت الفنانين واتفرج عليها، ففيه دايما حاجات غير شائعة بتجذبني، من ضمنها هي الأفلام القصيرة دي، بعض النماذج منها بيأسرني جدا وبحبها جدا. زائد ان مثلا أفلام التسجيلية القصيرة اللي كتبت عنها اشتغلت مساعدة فيها، يعني انا اشتغلت مساعدة مع في أفلام خيري وداود الأولى، وكنت شايفة بيعملوا إيه في الفيلم. فهو الحاجتين، إن أنا حاجة كانت قريبة مني أنا عملياً زي ما حضرتك قلتي، والجزء الثاني إن ده الفن اللي بشوفه، إنه يعني يا ريت أشوف فيلم روائي طويل بنفس جمال الفيلم القصير. كتير الفيلم القصير بيبقى هو ما عندوش فلوس يدي الممثلين المحترفين، فبيجيبوا ناس تمثل، بيطلع الفيلم له طعم خاص وجميل جدا. ويمكن ده سبب من الاسباب ان الافلام اللي دلوقتي مثلا ريد ستار بيجيبوا نجوم يعملوا الافلام القصيره لا تجذبني مثل الافلام. يعني فيلم لسه مثلا عاملاه جميله ويفي، الثلاث ممثلات انا ما اعرفهمش، يعني ناس مش ممثلين محترفين قوي. ليلى نفس الحكايه، جايبه ناس بيمثلوا في طزاجه كده في الحكايه ومش منمطين او مستهلكين في الحكايه، بالتالي ده بيجذبني جدا وبشوف فيها جمال غير موجود في الافلام الروائيه التجاريه اللي هي السائده.